حول الموضوع معنا عبر الأقمار الصناعية مباشرة من إسطنبول عضو الوفد المفاوض للهيئة العليا السيد فؤاد عليكو. أستاذ فؤاد مساء الخير، أهلا بك معنا. بداية، ماذا جرى في اجتماع اليوم في الرياض؟ هل من بوادر للخروج بوفد فعلا موحد لتمثيل المعارضة في المفاوضات القادمة؟ وماذا عن مصير الأسد طبعا المثير للجدل في المنصات الثلاث؟ مساء الخيرات. الحقيقة هذا يعتبر الاجتماع الثالث بين المنصات الثلاثة، حيث عقد أول لقاء في لوزان تحت رعاية الأمم المتحدة بين في 6 و7 من الشهر المنصرم، ومن ثم عقد لقاءات أيضا بين هذه الوفود في جنيف في نهاية الشهر السابع أثناء تواجدنا في جنيف، وهذه الجولة الثالثة تعقد في الرياض. هناك كما ورد في تقريركم تباينات لم يحسم بعد موضوع مصير بشار الأسد وموضوع اعتماد الدستور 2012 أو الإعلان الدستوري. هذه النقطتين إشكاليتين حقيقة، حيث يصر منصة موسكو على أن لا يبحث مصير بشار الأسد، وقد يبقى في المرحلة الانتقالية ومن ثم يبحث، وهذا ما ترفضه الهيئة العليا للمفاوضات والائتلاف. صحيح. بالنسبة لسؤالك، حتى الآن لم يرد أي شيء جديد، هناك مباحثات مستمرة وقد تطول يومين آخرين، نأمل أن يحصل تفاهم حول هذه القضايا وأن يتشكل وفد موحد، لكن حتى الآن المسافة بين الهيئة العليا ومنصة القاهرة أقرب من المسافة ما بين الهيئة العليا ومنصة موسكو. هناك إرادة دولية لتشكيل وفد موحد، ومن المؤسف القول أن هذه الإرادة تميل لصالح رؤية منصة موسكو بأنه على أن يبقى بشار الأسد في المرحلة الانتقالية، وهذا ما يعقد الوضع على الأرض، ولا يمكن القبول بهذه الحالة حتى إذا قبلها بعض أعضاء المعارضة. نعم، كما شرحت وكما نعلم جميعا المنصات الثلاث لكل منها موقف معين فيما يخص مصير الأسد. الهيئة لا تقبل أبدا بوجود الأسد، موسكو لا تتنازل عن هذا البند، بينما الهيئة العليا أو منصة القاهرة ترى بأنه ممكن أن يكون هناك فترة انتقالية. هنا موضوع الحل الوسط، ربما حتى رأيك، رأي حضرتك ورأي الهيئة العليا للتفاوض، هل يمكن أن نجد حل وسط فيما يخص هذه المواقف الثلاث بما يرضي حتى الشعب السوري أولا؟ حقيقة أنا عضو في الائتلاف، عضو الهيئة السياسية وعضو الوفد المفاوض، فلا يجوز هنا أن نطرح آراءنا الشخصية كرأي ائتلاف. لا رأي، أنا لم أقصد، لا يمكن القبول. طيب أقصد رأيكم كائتلاف وكهيئة عليا للتفاوض إذا تمثلهم الآن. رأينا كائتلاف أن لا يكون هناك وجود لبشار أسد في المرحلة الانتقالية. لا أنا قصدت، نعلم ذلك، نعلم ذلك أستاذ فؤاد، نعلم رأيكم جيدا فيما يخص هذا الموضوع. أقصد في وجود حل وسط، هل سيكون هناك أي أمل لوجود حل وسط يعني للمنصات الثلاث حتى تتقارب الآراء أو يتقارب ربما الحل؟ كما قلنا هناك مسؤولية ملقاة عليكم يلقيها الشعب السوري الذي يأمل منكم كمعارضة سياسية أن تجدوا حل لسنوات الدمار التي يعيشها. بالتأكيد يجب البحث عن حل وتشكيل وفد موحد للمعارضة، ولكن هذا الحل يجب أن يكون منسجما مع رغبات الشعب السوري وتطلعاته وقيامه بالثورة منذ 7 سنوات وتقديمه لآلاف أو مئات الآلاف من الضحايا كما تعلمين. ولذلك أي حل لا يكون مقاربة بين رؤية الشارع السوري والثورة السورية لا يمكن القبول به، حتى إذا قمنا بتنازلات ووقعنا على وثيقة للتفاهم سوف نجد معارضة من الداخل، وهذا هو المهم.
ولذلك نحن مع الحلول سوف نبذل جهود. وكما ذكرت لك عقدنا اجتماعين وحصلنا على الكثير من نقاط التوافق بين الطرفين، هناك كان نقاط كثيرة ولكن بقي هاتين العقدتين دون حسم. نحن حسب معلوماتنا الهيئة العليا سوف تمارس أقصى حدود المرونة بشكل لا يخرج عن مسار الثورة السورية، وبالتالي هذه النقطة بالذات لها حساسيتها في قبولها أو رفضها. نعم، بانتظار إذن نتائج اجتماع الرياض. نشكرك جزيلا على هذه المداخلة معنا السيد فؤاد عليكو، عضو الوفد المفاوض للهيئة العليا للمفاوضات وأيضا عضو الائتلاف الوطني السوري، كنت معنا عبر القناة الصناعية من إسطنبول مباشرة. شكرا جزيلا لك.